إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. بن سليمان، متابعينا الكرام، أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم متابعينا الكرام عن تسجيل، يعني متابعينا الكرام، في الأيام الأخيرة نسبة الحالات انخفضت عن تسجيل 142 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك الإجمالي المصابين بالمغرب إلى 1,160,892 حالة، بينما تم تسجيل 8 وفيات، ليصل بذلك الإجمالي لوفيات المغرب إلى 15,978 حالة وفاة، بينما لله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 464 حالة شفاء إضافية، ليرتفع بذلك الإجمالي المتعافي بالمغرب إلى 1,140,157 حالة، بينما المستفيدون والمستفيدات من تلقيح الجرعة الأولى وصعد ديالهم 24,745,317 حالة، بينما المستفيدون من تلقيح الجرعة الثانية وصعد ديالهم 23,195,039 حالة، بينما المستفيدون من تلقيح الجرعة الثالثة وصل العدد ديالهم متابعينا الكرام 5,700,691 حالة. فجهة دار بلاصة التسجيلات، دار بيضاء 24 حالة وثلاثة الوفيات، برشيد 2 الحالات، نواصر حالة واحدة، وجدة أنجاد متابعينا الكرام 12 حالة، بركان كذلك متابعينا الكرام 6 حالات، الناظور 5 حالات، قرسيف 2 حالات، وجرادة حالة واحدة، فاس 17 حالة، تازة 4 حالات، مكناس حالة واحدة، تطوان 9 حالات، حسيمة 6 حالات وحالة وفاة واحدة، طنجة أصيلة 2 حالات، العرائش حالة واحدة، الرباط 8 حالات، سلا 5 حالات، قنيطرة 3 الحالات، مراكش 8 الحالات، آسفي 2 الحالات، الرحاوي متابعي الكرام حالة واحدة، تارودانت 4 إصابات وحالة وفاة واحدة، أكادير 3 الحالات وحالة وفاة واحدة، بينما تيزنيت 2 الحالات، واد الدهب 4 الحالات، خنيفرة 2 الحالات، بني ملال حالة واحدة، وأزيلال حالة واحدة، عيون 2 الحالات، بوجدور حالة واحدة، زاكورة حالة واحدة، ورزدت إصابة واحدة ووفاة واحدة، قلميم حالة وفاة واحدة متابعينا الكرام. إذا نذكركم، أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 142 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي المصابين بالمغرب إلى 1,160,892 حالة، بينما تم تسجيل 8 الوفيات، ليصل بذلك إجمالي الوفيات في المغرب إلى 15,978 حالة وفاة، بينما لله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 464 حالة شفاء إضافية، ليرتفع بذلك الإجمالي المتعافي بالمغرب إلى 1,140,157 حالة شفاء. فالمستفيدون والمستفيدات من تلقيح الجرعة الأولى صعد ديالهم 24,745,317 حالة، بينما المستفيدين من تلقيح الجرعة الثانية صعد ديالهم 23,195,039 حالة، بينما المستفيدين من تلقيح الجرعة الثالثة صعد ديالهم 5,700,691 حالة. إذا كنتم معنا في بث مباشر مباشرة من مدينة بن سليمان.